وفي أخبار الشمال السوري، حيث تنطلق اليوم الجولة الثالثة لبطولة شمال شرق سوريا للمنتخبات بكرة القدم بإقامة لقاء وحيد يجمع بين منتخب الرقة ومنتخب إقليم الفرات. ويتصدر منتخب إقليم الجزيرة ترتيب الفرق برصيد 6 نقاط، يليه منتخب الطبقة بنفس الرصيد من النقاط مع فارق الأهداف الذي أهدى الصدارة لمنتخب إقليم الجزيرة، فيما جاء منتخب منبج بالمركز الثالث برصيد 3 نقاط. وفي بقية ترتيب المجموعة يحتل منتخب إقليم الفرات المركز الرابع أيضا بثلاث نقاط، بينما يتذيل منتخبا دير الزور والرقة ترتيب الفرق من دون رصيد من النقاط.